احنا بدينا الحين مدام في ذكر الله، ناخذ هاي اللحظات مع الله. شوية كومنتري، يعني مثل أنا في طلبة من زمان، في طلبة يدك، فبس أكون رائع الشيء. إحنا هني بدرية نؤمن بهذا، ما قاعد تقول النور عن المعرفة، المعرفة اللي ناخذها روحية، وكل الطلبة اللي خذوا المعارف الروحية، اللي هو إحنا نؤمن إن أنا روح أكون جسم، والإحساس والتفكير والمشاعر كلها داخل الروح وليس داخل الجسم. صحيح الجسم يعبر، يعني يزعل، يستانس، يفرح، يرقص، تعبيرا عن الإحساس اللي داخلي. إحساسي ضايق خلقي راح يكون جسمي ضايق خلقي، إحساسي مبسوط راح حتى شكلي عيني أعبر. إذن منو اللي قاعد يحس؟ الروح ولا الجسد؟ الروح بالضبط. والمعارف هذه شغلتها بس إنها توصل لهذا يعرفون لما واحد يقول يبي الشيء أصلي، يقول روح الشيء، روح يقول مثلا عطني روح الكلام اللي بتقوله، أو الخلاصة، أو أي شيء نبي فيه قوة، روح العلم. فلذلك احنا بهالمعرفة نروح للروح نفسها، المعارف الروحية اللي توصل الروح لحالة السلام أو حالة السعادة، الانسجام الداخلي. لأن طول وقتنا احنا بهالدنيا قاعد نركض وراء أشياء، أو نعمل، خلينا نقول أنا وراي عزيمة، فيها ناس فرحيين وحلوين وفي رقص بستانس، بس ليش؟ لأن شنو أبي من هالحفلة؟ أبي أكون سعيد، صح؟ أنا أبي من هالمكان أو هالشخص أو هالأكل أو هالأضواء عشان أوصل لإحساس. هدفي دائما وغايتي هو إحساس الأخير، اللي هو السعادة. إذن إذا رحنا خذينا المعادلة من أصلها، هي أنا أبي أسعد الروح. أشوف أحد أو شخص، فهو يكون إحساس الحب. إذن إحنا قاعد ندور على الحب، فكل شيء لو تشوفون نركض وراه نبحث عنه، وهو عشان الإحساس، ما عشان الشيء نفسه. أنا ما بالسيارة نفسها، أنا بالإحساس اللي يجيني تجاه حصولي على السيارة. أي شيء شوفوه بهالدنيا، حتى مركز أبي أرتقي وأطلع لمركز أعلى، هو إحنا ما نقول إن ما نسوي هالشيء، بالعكس هذا ناتشرال، طبيعي إني أخذ وظيفة أعلى أو أصير في وضع أحسن. بس شنو هدفي لما أوصل حق وظيفة أعلى؟ أحقق شعور الاكتفاء الذاتي أو الرضا، أن أنا وايد راضي عن نفسي، طلعت وأستحق، أو شعور إحنا نسميه هنا مثل حقيقة ذاتي، يعني أكون واو أنا وصلت لحقيقة ذاتي، أن أنا بهالمركز. إذا أنا بأوصل للحقيقة، مو المركز نفسه، بس هو الوسيلة اللي توصلني لهذا الشعور. شبات الذات. إيه، والإحساس بالأخير، يا إحساس. إحنا لو بسألكم الحقيقة هو إثبات أشوفه ولا إحساس أحس فيها الحقيقة؟ إحساس.
إحساس كلكم توافقون؟ إذا واحد بيقول لي هالشيء حقيقي أو لا، مثلا أحد قال لي عن معلومة، إذا معلومة علمية أبي إثبات صح؟ مثلا يقول لي حار أو بارد، أقول لا خل المسا شوف حار أو بارد. بس إذا شيء ما له علاقة بالمادة، شلون أعرف إن هذا حقيقي أو لا؟ مثلا خلينا نقول هذا واحد يكذب علي، ما أقدر ألمس الكذب، لديك مكاني هالأيام صح؟ بالضبط أحس، معناته الحقيقة إحساس، مو لازم شيء يثبت. عم تقول هذا من عيونه كذاب، أنا أقول ماكو عين كذابة وعين حقيقية، بس I can feel، أحس بالكذب أو أحس بأنه حقيقي. في ناس مثلا يقول هذا الشخص تماما ترى قاعد يكذب طول الوقت، بس أنا أقول لا لا، في شيء صاج مسكين هذا، يعني أحس بصدقة، يكون دائما إحساس. والروح هي ذكية من خلقة رب العالمين، هي ذكية وتعرف أيه. لكن المشكلة اللي احنا فيها ان احنا مو في وعيها، احنا مو في وعي الروح، يعني كنا يعني ايه بما معنى مثل ياهل يقولي ماما 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 انا في شيء هني خطر قاعد يمر، وانا قاعدة اسمع الطفل واعرف، بس انا مو في وعي مسكين، فما أدعي إنه ويصير هالشيء الخطر، وأنا بعدين اكتشفت واو هو موجود وكان يقول لي، بس أنا مو في وعية، موجود هو معاي وماسكته، بس مثل ما يقول رأسي مو معه أو عقلي مو معه. نفس الشيء أنا الروح أحس وأعرف وأعرف الحقيقة، بس أنا مو في هالوعي اللي يخليني أسمع هذه الروح، لأن وعي وين مثل ما بدينا عدلان فلنتان وما أدري وين، ولذلك أنا مو قاعدة أحس في ذاتي نفسها، قاعدة هي قاعدة تكتشف أشياء، قاعدة تسعدني، قاعدة تعطيني، قاعدة تنبهني، نسميه مثل القلب، هو الروح فيها القلب أيضا، القلب الدموي، القلب اللي هو نسميه الضمير أو العين الثالثة، هي تعرف مثل رادار يمكن فيلت، هم يقولون هذا قلب حي إيه يحس نور البصيرة، والبصيرة تقدر تحس، أو اللي يسمونه بعد الفراسة صح؟ إحنا عندنا كلنا في عندنا الحدس والفراسة، بس نقتلها مسكينة لأن إحنا مو معاها مو صوبها مو عايشينها مو يمنا إيه، لذلك قاعد نمشي بدون ال الحدس مالنا. احنا الحين نشوف حتى عفوا تكرمون الحيوانات قاعدين يحسون احسن منا، احنا ما نحس، ما يحسون. مثل لما صار تسونامي في تايلاند، المناطق هذه كل الحيوانات راحوا من 3-4 أيام، راحوا بالجبل طلعوا، ماكو حيوان مات ترى ايام تسونامي الا اللي محبوس من قبل انسان، بس اللي احرار لأن يكونون قاعد يستخدمون الأحاسيس اللي عندهم، يستقبلون بالضبط. فلما يصير في هذه التيارات تصير من قبل 3-4 أيام صح، مثل تورنيدو، مثل الرسائل الكونية توصلهم، هم يحسون فيها ويستقبلونها بالضبط، ولذلك طلعوا حموا روحهم. بس الإنسان لأنه مو في وعيه فما ما قاعد يحس الحياة بالضبط، ما مضبط. وهل ضغوط الحياة هذه إحنا خلقناها ولا هي حلوة انخلقت وردة؟ إحنا خلقناها بالضبط. وكثر ما نخلق زيادة كثر ما نتعلق فيها زيادة، ولذلك كلمة ضغوط الحياة مفروض نحط عليها إكس، أن أنا اللي قاعدة أخلق. إذا مفروض دائما أقول لا، ما عندي شيء، ما عندي ضغط، إن مجرد ما أقول ضغط رح أعيش ضغط الحياة، مجرد ما نعيش قانون الاكتفاء إن أنا هذا كله لا يعنيني، أنا مكتفية بذاتي خلاص، الاتصال روحي أقوى. صعبة هذه الحين إيه، خلينا مثل ما قلت الاكتفاء الذاتي، كلمة الذاتي هذا اللي إحنا ناخذه هني، روح المعرفة
هي معارف روحية، بس روح المعرفة الروحية هي الذات، بالإنجليزي يسمونها هذه الدوت اللي هي النقطة. إذا أنا بقول لكم تخيلوا أول ما جينا قبل لا ينولد هذا، قبل لا أنا حتى أكون في بطن أمه، شنو كنت؟ بس كذي تخيل، ها، بالصمت يعني ماكو كلام لمدة نص ساعة الحين. إذا أنا كيفكم تبي تسكرون عينكم تفتشون عينكم مع الحلوين جدني، إن شنو كان شكلي أول ما جيت على هذه الكرة الأرضية قبل حتى لا أكون، أو أول ما تكونت في بطن أمي؟ تخيلوا، تخيل هذه الذات اللي هي الروح نفسها لما دخلت في جسدي أنا، وأنا داخل بطن ماما، شنو شكلها، شنو إحساسها، النقطة النورانية هذه، بس استشعرها، استشعر أنا الحقيقي كأني أتجرد من كل شيء. لا أتذكر أمي الحين، ولا أتذكر جسمي وأنا صغير، ولا أتذكر مكاني، بس أتذكر هذا الكائن اللي هو أنا الحقيقي. شنو الإحساس اللي كان فيني؟ أشوف نفسي الآن نقطة نور أهل الحياة. النور الجميل يا من عند الله إلى هذه الأرض، إلى هذا الطين، إلى عالم الصوت، عالم الحركة، نسيت من مكان سامي من فوق من عند الله. حر تماما، تحرر كل شيء، لا عندي جسد لما جيت، ولا عندي عائلة، ولا عندي حسابات، ولا عندي شيء، تجرب تماما في داخلي الأحاسيس. أفكار لا أملك، فقط أملك فكرة واحدة، لأني أعرف أني أنا روح أعيش هذه الفكرة. استشعر هذه الروح، مكونات استشعر السلام، تكوين السلام، إشعار السلام، ما زلت متجرد من كل شيء. في أفكار ثانية أرجع برم إشعار السلام، إشعار استشعر السلام والسكينة والطمأنينة اللي بداخلي، ما أحتاج أي شيء من الخارج، كل شيء في داخلي. نسك بهذا الإحساس واستمتع فيه. هذا الإحساس جاء من داخل، ما في تأثير خارجي.
السلام. أبقى الصمت العجيب الكنز الذي أملك صمتي الداخلي. السلام من القوة التي بداخلي. استشعر أيضا الحب نستخدم هنا كلمة أم شانتي. شكرا لكم. أنتم تشون حق الدنيا وما عندكم. بدنا نعيش صح، ما بدنا نطلع حق صوت العالم. بس هني المعادلة اللي إحنا المفروض نسويها، إن أنا أملك القوة اللي بداخلي والذكاء اني اقدر اعيش العالم الخارجي. سمعنا من ساعة صوت المطافي وصوت الشرطة الحمد لله سمعتك ممتاز، برافو عليكم. وهذا حد سمع ولا بس هم سمعت؟ بس زين انه ممتاز. اذا انا اقدر ساعة قالت لك جرت، قلت شلون جرت انت؟ كان وايد أصوات برا، ولكن هذا اللي إحنا نقصده، إن إحنا هو إحنا سامعينه بس يسمونه ما في إنصات، كلنا نسمعه بس لم ننصت له، يعني هو قاعد وي 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 بس أنا مو متأثر فيه، فما عندي إنصات للصوت الخارجي. طبعاً هذا مجرد صوت وإحنا ما علينا منه، بس تخيلوا الأشياء اللي كل يوم حوالينا ما يكون بتسم بدننا وإحنا ننصت لها كل يوم. الضوضاء أو ناس تكلمنا حوالينا. إذا أنا بنصت لها لازم أسمعها، لأن أنا ما أقدر أتجرد من مسؤوليتي تجاه دوري. No way أكون يعني إنسان جدا كيرلس، يعني غير لا مبالي، بس ما أنصت من هذه الضوضاء اللي حوالي، اسمعها وعالجها. بس هذه القوة اللي احنا نبي نتعلمها الآن، كيف امسك من داخلي يا شنو المثل يا قبل ما يهزك ريح. وهذه الرياح اللي حوالينا راح تي وتروح، ترى هي اسمها ريح، ومثل جميل يعني الريح دائما تجي وتروح صح، ما تضل الريح، هذا شغلها تي وتروح. اذا انا انزعجت منها كثير كأني خليت الروح الرياح هذه تدش بيتي تخرب علي وتطير لي كل شيء. بس إذا سكرت الباب لأني أنا قوي ومصمت راح تمر الريح، يمكن أهتز خفيف بس ما اسمح لها تدش بيتي. بيتي وين؟ داخلي أنا. إذا نحن يسمونه الذكاء الروحي، سده واستريحي، ولكن أتعامل مع، نقول عندي أحد مريض، عندي شيء صار لي، تكسر عندي شيء، وتظهر إحنا حوالينا كل واحد فينا عنده قصص لو نسردها ما تخلص صح. فمن كم يوم بنتي راح حق دكتور يقول لها هذا من الستريس، أنت علاجك ستريس فري. ما شنو قلت له دكتور صح ندري الستريس، بس يعني في أحد بالدنيا ما عنده ستريس؟ عطني يا وينه، كل الدنيا كلها صارت ستريس. بس إنه في حوالينا، بس لأي مرحلة أنا أسحب هذا الستريس لداخلي، هني الشطارة إني أعالج بس ما أدخله داخلي. ني حق موضوع اليوم، إحنا الحين على فكرة بس على الهارموني هامس راح يكون كل أحد، نحن اخترنا العربي أكثر
نظرا لطلب الجماهير. وفي جماهير كثير من برا يعني قاعد تصير ان يبون العربي. ف الحين بدينا نفتح هني كل يوم احد، وبعدين ان شاء الله يصير عندنا كلاسات محدده. اليوم موضوعنا على الجلسه، جلسه وتامل، عن انك عم تقول تذكرون لكم التايتل راح يكون عن ايمانيات، شنو انا اؤمن فيه. فنختار كل مره موضوع. اليوم راح يكون عن الحب. في احد ما يحب الحب؟ العالم كله مفتر حواليه. يفتر على ايه؟ كل الغرور والطمع والتعلق، هذول احنا نسميها الخطايا الخمسه، لان نبي نكون نحب. صح، ما في حد ما يدور على احد يحبه او هو يشعر بالحب. هو اكسير الحياه. مستحيل اقدر اعيش الدنيا بدون حب، ما له طعم. يعني هو اكله بس ما لها لا بهار لا طعم لا شيء. أقدر أعيش طبعاً بالسلام، أقدر أعيش بالقوة، بس جمال الحياة والحب. شلون يكون عندنا حب؟ أو بالأصح شلون أكون أحب ذاتي؟ بما معنى إن إحنا لو تشوفون حياتنا كلها مثل ما قلنا، ندور دائماً ندور على أحد يحبنا، أو أسوي أي شيء عشان أكسب حب الشخص لي، ابتداء من أولادي، من زوجي، من زوجتي، من صديقاتي، من بويفريندي، بويفريندتي، whatever، كل واحد وعلاقاته. بس كل اللي يدور إن أنا شلون أكسب هالحب، صح؟ أي معناته أنا إيش قاعد أسوي طول الوقت؟ أشحت، شحات لله يا محسنين، الله يخليك تعطيني حب. شحت الحب والاهتمام. بالضبط. إذن أنا أصير نفس الشحات يشحت هذا الحب. وترى هو كلنا فينا، بس يسميه إحنا ستر باطن شفاف. حتى اللي يقول لا أنا ترى ولا لخلق أحد يحبني، أنا الحمد لله معتزب، بس في ستر يشغلني. وهذا اللي إحنا نبيهم، مو نشيله، نبي نعالج، نشوف ليش فيني هالعادة الشحات. إيه، إن المهم إنه ما يعيش فينا هذا الشعور بالجوع أو العطش في كسب حب الآخرين لنا. حتى مثل ما نقول، حتى لو ابني، حتى لو بنتي، ليش أنا أدور؟ تعالي ما سألت عني، ما اتصلت فيني، أو صديقتي ما شلون، وهذا اللي يسمونه بالكويتي تشره. ليش ما عزمتوني؟ ليش ما بطرشن؟ بس الحين وصلنا مرحلة ما نشرح لك. الحمد لله وصلت المرحلة. كورونا ربت، بس كورونا شالت كل شيء. يعني مفيدة. اي بس انا اتكلم حتى لو مو بالكلام، شعور داخلي هذا اللي هو انا ادور على الحب من الاخرين. الحوار الداخلي هذا بالضبط. فينا ما اللي ما في، معناته مو طبيعي في المرحلة هذه. معناته إنسان يعني كثير، يعني إلا إذا هو واصل أسمى حالة من روحانية، وأنا أشك. أو إنه هو يعني يتعالى على ذاته، ما يبي إيه. ولكن إحنا قاعد نتكلم عن السفل، عن الداخلي، هذا الشعور بإني بالأصح أنذل من داخلي، قاعد انكسر، أنذل عشان أوصل لحب الآخرين. وهذا مؤلم، حتى لو أنا ما أبي أطلب هالحب، بس متألم إني وأنا مو قاعد أطلبه. الحين بغض النظر عن موديل الطلب أو موديل تشحت، بس الشعور نفسه موجود، صح؟ يعني إذا في أحد ما عنده الشعور يرفع إيده، بس أعتقد أعلى مستويات معرفة والوعي يصير. بالضبط بالضبط. ولكن إحنا هم ما نقدر نعيش بدون حب. إذا من وين يجي هذا الحب؟ وإذا بسألكم الحب الحين، إذا حبيت أحد، أنا إذا شخص أحبه، واو، لما أشوف هذا الشخص، خلينا نقول مثلا أمي أحبها وايد، أو شخص
شخصية أحبها، لما هذا الشخص أشوفه هو يعطيني إبرة كبيرة فيها حب إنجكشن، ولا هذا الحب الشعور من وين قاعد يطلع؟ خلنا ناخذ دقيقة بس أستشعر هذا الحب، وبس أستشعر أراقبه. الحين شوفوا شخص أنتوا وايد تحبونه قبل لا يهل علينا وبعد ما هل علينا، شنو صار فيني؟ زين، بس ندخل داخل مكان القلب دقيقة وأشوف شنو بالضبط صار فيني لما شفت هذا الشخص اللي جاب لي شعور الحب. كأني أدش في أعماق. نرجع نشوف هذه النقطة النورانية هي موجودة فيني أنا في وسط الجبين بالجسم، وأدري أن الروح هي اللي قاعدة تحب. بس شنو الحدث اللي صار لي لما شفت هذا الشخص؟ من وين يا الحب؟ شنو بالضبط قاعد يصير؟ بس كأحاسيس، مو كشكلي ولا كحركاتي ولا أفعالي ولا كلامي. من كان ينبع؟ شلون صار؟ من وين يا هذا الحب؟ من داخلي ولا أنا تذكرت من هذا الشخص اللي أحبه؟ ذكرت شيء؟ وهل في عقلي صار شيء خلاني منه أحس بالحب؟ شو اللي تغير فيني لما يا هذا الشخص؟ حسيتوا في الحب؟ إذا منو اللي يالى الإحساس؟ أنا ولا الشخص عطاني حب؟ أنا حسيت بالضبط. هل الشخص ذاك سوى شيء؟ لا، ما سوى شيء. إذا مجرد ما أنا شفت هذا الشخص في ذاكرتي أو في فكري صارت فكريات، أوه هذا الشخص أحبه. إذا هو ذكرني بشنو؟ ذكرني بالحب اللي فيني، لأن أنا فطرتي داخلها فيها حب. بس كل اللي عمله هو طق الزرار مال البتن تك. نحن عندنا وايد أزرة، عزف على الأوتار. إذا نتخيل أنا عندي الفضائل أو الأحاسيس بالداخل، أنا كمكون الروح، تذكرون الدرس الأول مكونات الروح فيها حب، الخمسة الرئيسية فيها حب، فيها سلام، فيها الحقيقة، فيها الطهارة أو الصفاء، فيها السعادة. إذا من هالخمس أزرة شفت مثلاً بحر، إذا لما عيني شافت البحر تذكرت الزر مال سلام، ولما شافت هذا الشخص اللي أحبه يوم من الأيام أو whatever، عندي ذكريات أو صورة بعمات حتى موسيقى، صح؟ يعني لما كنت مع هالشخص كانت هالموسيقى، ولما أسمع الموسيقى يطلع طررررا، صح؟ أو أغنية whatever اللي إحنا يسمونه association، هو يربط هالشيء معه. فإذا انضرب عندي زرار الحب بالضبط، هو مجرد خلاني أنا أدوس على فيوز الحب، بس هو ما له علاقة، هو أنا اللي ضربت الفيوز. إذا السؤال، ليش ما أخلي الفيوز هذا مفتوح طول الوقت؟ ليش أخليه مسكر؟ هو أنا حبيته، هو حتى راح ذاك الشخص، يمكن ما أدري عنه، يمكن لا سمح الله مات بعد، بس لما أتذكر ييني هالإحساس. إذا هو مو الشخص اللي قاعد ييب، هو أنا عملت أكتيفيشن، حركت مشاعر الحب اللي بداخلي، بس كان في شيء خلاني أتذكر. لو مو هالشيء كان أنا ما أتذكرت. الكاتاليست هذا يعني شيء قاعد يذكرني فيه.
إذن هو موجود فيني، بس أنا مثل ما بدينا قلنا إحنا مو بهالوعي. كل مشكلتنا إحنا إن إحنا مو في وعي الروح، مو في وعي الحب، مو في وعي السلام. لذلك أنا أنسى إلا لما يجيني الشيء يذكرني، أسمع موسيقى، أشوف البحر، أشوف شيء أغراض قدامي، أحس بالسعادة، whatever. كل الأحاسيس هذه أكو شيء خليني أحس فيه، حتى الهارموني هاوس يذكرني بالسلام اللي فيني. بس إحنا فينا، وذر أنا في هارموني هاوس، في ميشيل هاوس، أيا كان المكان، أنا فيني. بس يبدأ عقلي يفكر بهالشيء لما أي المكان، لأن تعودنا على الوعي الجسدي، لازم أشوف شيء عشان مثل ياهل إيه أبل في بنانة، بدون الصورة ما أقدر أنا أقول إيه ولا أقدر أقول بي. نفس الشيء إحنا ككبار الحين، نفس القصة، الروح تعودت تعود عميق على الوعي الجسدي، تبي تشوف شيء عشان تتذكر، مع أن ذاكرتها قوية والكينون هذا قوي موجود فيه، بس مو قادر يتذكر، يبي أحد يتذكره. ومثل ما قلنا مشاغل الحياة، هذا إحنا مو قاعد نقول نحن مقصرين مع روحنا، yes we are، بس في أدوات خارجية قاعدة تسحب 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 تفكيرنا من ذاتنا، وقاعدة تزيد كل يوم، مو قاعدة تنقص. يعني هذا الخبرية الحلوة قاعدة تزيد، الخبرية الأحلى إن عندنا طرق تخلينا مثل ما قلنا نتجرد منها أكثر، ما نسمع صوت المطافي بدرية. زين، إذا نبي نعرف شنو هو الحب، أوكي، درس اليوم الحب. شنو هو الحب؟ شلون أنا أقول الحين عرفنا إن الحب يطلع من وين؟ التفقين من داخلنا مو من برا، شيء أملكه بالضبط، وأنا اللي activated it. شفت وردة، شفت بني آدم، شفت whatever، قريت، سمعت، لمست، كل شيء خلاني أنا اللي أفعل الحب اللي بداخلي. معناته عندي كنز كبير ينبوع من هالحب، مشاعر ليش مو قاعد أستخدمها كل يوم أعيشها؟ ليش هالبخل مع ذاتي؟ كثير أبخل واحد علي هو أنا، ترى كثير كثير صرنا بخلة وخوافين، ودائما في حالة فقر مع روحنا، فقارة. عشان كذي كما قلت لي نبدأ نشحد. إذا شنو هو الحب؟ رفع إيجابية. لما أحب نفسي شنو؟ عطاء. إذا بقول أنا أحب نفسي، كان في سؤال سألته كانت رئيسة المعرفة، عارفينها يمكن سمية دادي جاكي، شفتيها إيه؟ كانت تقول منو اللي نحبه أول، الله ولا أنا؟ شنو الجواب تعتقدون؟ نجمة شنو؟ أنا تصل بالضبط. إذا أنا ما عرفت الحب، شلون بحب الله؟ فاقد الشيء لا يعطي، مو بس لا يعطي، لا يستشعره. يعني حتى لو الله قاعد يعطيني حب كل يوم وأنا ما أعرف شنو الحب، ما راح أقدر أستلم منه حب. إذن أول واحد لازم يحب أحبه هو أنا ذاتي، وأبدأ أنعش هذا الحب، سوي له reactivation، خليه دائما حي عشان يقدر يستقبل أي شيء. إذا بخليه يشتغل، لازم أنا أحركه بالبداية شوية، بعدين هو خلاص يكمل. وفي حد للحب؟ ما في حد. هو التعريف الحب إن أنا أحترم ذاتي، أقدرها. إذا أنا ما احترمت ذاتي، منو تعتقدون في أحد راح يحترمني؟ حتى يمكن رب العالمين بيقول إذا هذا مسكين ما يحب ذاته ولا يحترمها، أنا شو أقدر أساعده فيه؟ صح، إذا في إنسان أبي أعطيه شيء وهو
مسكر مسكر مسكر، شو أسوي بالأخير؟ أوخر عنه، أشوف منه اللي قاعد يتواصل معي. بالضبط. فمعناته المعنى العميق للحب هو أني أنا بالفعل أقدر وأحترم ذاتي، وأعرف أن لي كيان، لي هيبة، لي شخصية، لي كينونة، هذه أحبها. مثل إذا عندي صديقة أو أحبها وأقعد معاها وأساعدها وأضيفها، ليش ما أعمل هالشيء مع نفسي؟ وأكثر شيء إحنا شو نسوي إذا واحدة جاية تشتكي؟ أول شيء شو أسوي؟ أسمع لها، صح؟ وماذا عني أنا؟ أنا عندي شكوى، من راح يسمع لي؟ أنا أول شيء. أنا موني أنا بس أسمع، إني بس أعطي هذا الوقت. إذا حسيت بأي إحساس بايخ، فقط أعطي حق نفسي هالوقت. عادة شنو على طول نعمل الشكوى، صح؟ يعني أتشكى، أتذمر، أكلم على طول صديقة، ما أدري إيش، دائما عندنا هالشيء. أخانق اللي يمي، أحارب مشاعر الغضب، بالضبط، أو الغضب أخرج. بس إذا كان عندي هالشيء، خلي أقول أوكي حبيبتي، هل أقعد معك وأشوف شنو عندك، يلا أقعد. بالضبط 5 دقائق تكفينا. وهذا شنو معناته؟ أنا قاعد أحترم ذاتي. تخيلوا إذا أنا عندي طفل مثلاً قاعد يشتكي، عنده مشكلة، أحد سابة، أحد باقة، أحد وتبك قاعد يهينة، وهو متألم وقاعد يبكي، وأنا أقول له لا ما علي، ما علي منك، أو أغضب عليه، أو أروح أدور لأحد من الجيران يسمعنا، هل عندي احترام حق الطفل؟ وولدي خلينا نقول أنا مو محترمة. ونفس الشيء إذا بشوف نفسي، إذا ما أعطيت حق نفسي هاي بس على الأقل وقت، يعني فقط شنو وحده، بس لحظات، هذه راح تسوي شيء كبير في الداخل، اللي هو بالكويت يسمونه شنو، يصفن صفنة. يعني قبل لا أطلع كل اللي عندي، بس خليني أصفن مع هذه الصفنة، أقدر أطلع وايد أشياء. بس على الأقل أنا مستمع لذاتي، أسمع، أفهم إيش قاعد يصير داخلي، شو اللي صار حبيبي، شو اللي واجهك اليوم، شنو شكوتك، خل أسمعها. بس كلها بيني وبين ذاتي، وأعطي هذا الوقت. وهني اللي هو تقدير واحترام لذاتي، أنا أهم واحد بالدنيا حق نفسي. وبنفس الوقت هذا شعور الحب حق نفسي، إذا أحب نفسي، إذا أحب هذا الطفل راح أسمع له، أحترمه. فإذا ما صفنت لازم أعرف معناته أنا، وإذا ما أعرف حب الله طبعا، حتى لو مو الله ما راح أعرف الناس كلها، ما أعرف أحبها، وبعدين أقول لهم ليش ما يحبوني. والحب مو وردة أجيبها، ما أدري شوكليت ولا دبة فالنتاين داي. أخف واحد بالدنيا. بس الريل حب اللي هو الإحساس، أحترم هذا الشخص وأحبه بدون حتى علمه، ولازم أقول له طقطق ترى أنا أحبك، ها؟ ولازم مثلا عندي أخ، أخت، أم، أحد، أقول كل يوم أقول لهم ترى أنا أحبكم، ولا it's the feeling. Feeling إيه؟ أعيش هالحب، يمكن أدعي الله حقهم، أدعي لهم. إذا اليوم راح يكون موضوعنا بس أنا، نفس هذا الشعور أعطي لذاتي. طية كنا في بداية الكلاسات نسمي اسم للروح، مثلا تذكرون كنا نعطي اسم، لأن الحين جسمك اسمه بدرية، أمك وأبوك اختاروا مو أنت، صح؟ ولا أنت كان سميتي نفسك شريهان أو شيء. بس مثلا الحين ما يلوم لي شيء. لا يلوم لك الروح نفس الشيء، أعطيها اسم جميل، ودائما نختار يعني اسم لمعنى عشان يذكرني بشيء. مثلا خلينا نقول أنا إنسان
مو شجاع. مثال، أبي أختار شيء في شجاعة، أختار مثلا فارس، عبلة، عنتر، أو أي كلمة حلوة تذكرني في associate بالشجاعة. بس إذا أنا مثلا إذا عندي فقدان بالحب، خلي أسمي اسم في حب، ونختار اسم أي شيء إحنا نختاره أو يذكرني بشخصية فيها حب. نقول مثلا آمنة بالنسبة لي حب، سميها آمنة. أو مثلا قوة، أنا بالنسبة لي نور، كل ما أشوف نور معناته قوة، إذا أنا أسمي نفسي نور. لازم أغير نور، حتى لو اسمك نور غيرينا. أنا أقول لك أنت حبيتها وعاجبني، وبعدين يعني يمثل لي هاك يعني على جميع المصادر نور والفيرتشوز. إيه بس أنت اسمك الجسدي نور، فإذا نسيتي تتذكرين نور مرة ثانية. نورة نورة يا حبيب العالمي، أنا تشلون أصدقكم كذلك نور، لأنه هو المعنى بالنسبة لي. صح، كذلك معانيها قوية، يعكس السلام، يعكس يدخل بالحب، يدخل بالسعادة، يدخل بالنسبة. صحيح وايد. إيه عشان كذا أنا حق نفسي مختارة نور. بس مثلا خلينا نقول من وثاب يختار اسم مثلا بالنسبة له، خلينا نقول اسمي الشيطان، مثلا اسم فاضل. زين، فاضل هذه شخصية قوية جميلة صابرة، مثلا تصبر كثير، فأنا أتذكر فاضل. إذا أي شيء يصير حق فاضل وأنا الروح، أحاول أقعد مع فاضل، أعيش مع فاضل، أسمع له، أنصت له. أو أنا إذا أمل مثلا يكون اسمي الجسدي أمل، بس اسمي الروحي، هذه الروح النقطة النور، نشبهها بهذه النقطة. بس مجرد تذكير، بس ما أحتاجها، اللي هي خلينا نقول اسمها جميلة مثلا، الجميلة اللي أبي أقعد معاها الحين، إحنا قلنا أبي أنصت لها، أبي أحترمها، أبي أسمع لها. هي حركة صغيرة بس وايد راح تغير فيني. هني وين احنا نقول اعيش مرة ثانية الوعي الروحي، لما اعيش مع جميلة او نور او مع فاضل، معناته عشت مع وعي الروحي، قاعدة اسمع حق الروحي. ولذلك بهذا الاستماع راح يصير عندي حالة من السلام، اسكن. لان مجرد ما اسمع الشخص شو يصير فيه، دائما يكون مرتاح. صح، هذه أول خطوة. الخطوة الثانية أبدأ أحلل شوي شوي، ليش صارت المشكلة هذه؟ ليش أنت زعلان؟ وليش زعلانة جميلة؟ إيش فيك؟ وأبدأ كل شيء أبدأ يعني أفنطة شوي شوي، يبدأ تخف قوة المشاعر هذه البايخة اللي صارت لي، غضب مثلا من شخص. يعني أكلم ذاتي. تكلمينها وتفكرين، إيه تقعدين معاها تسمعين لها. هو الأفضل من الكلام استماع بالصمت. صمت، إيه الصمت في وايد وايد قوة. الكلام هي درجة أقل، والأفعال هي درجة أقل وأقل. لذلك الصمت هي الحين، ما إحنا مثلا نصلي أو نتواصل مع الله، في لغة الصمت أقدر أسمع الله، أقدر أخذ إشارة من الله، أقدر كأن الله قاعد يكلمني. هو الله ما عنده لا ما عنده جسد، ما عنده صوت، بس أقدر أستشعر الله بالصمت. بس إذا أنا قرقر، هذا مشغول وهذا مشغول، ما رح اللي هو إحساس. إذا إحنا نسكن كل أحاسيسنا الجسدية حتى الإحساس الروحي يبدأ ينسمع، نسميها سوبر سنسز جويس، أو اللي هو الأحاسيس الفوق حسية، اللي هو اللمس، الإذن، العين، الطعم، هذه كلها خليها في حالة صمت. يعني ما أسوي لها activation، أي switch off، سكون وأعيش في حالة الصمت. هني أبدأ أول شيء أستشعر قوتي وأفهمها، أفهم ذاتي، وأبدأ يصير عندي تواصل أيضا مع الله.
بالضبط، من علاقتي مع الروح ومع الله اللي هو أسمى روح بالوجود. الحين الله لما وتبرك حس كل واحد حسب مرجعه دينه اعتقاداتنا، احنا انخلقنا من الله، نفخ من روح الله. اذا انا اكيد في عندي ماده لها علاقه في الله، هي شنو الماده الروحيه هذه؟ صح. لذلك انا كروح، الروح نفسها ما عندها، ما فيها ماده، هو الجسد ماده، بس انا كروح اذا انا موجوده هنا انا اعبر بهذه الماده. حينما انا اتكلم، منو اللي قاعد يتكلم اصلا؟ هي الروح بس ما عندها لسان، فتستخدم هذا اللسان او الفم عشان تتكلم، بس الصج اللي قاعد يفكر انا الروح. المخ هو الاله اللي تنقل اشارات العقل الى الاعضاء، اللي هو الكتروكيميكال يعني. بس انا العقل اللي هو داخل الروح، هذا بس اشارات حسيه يعطي فكره، وبعدين في الاحساس ايضا، ومنها انا عن طريق المخ انقلها لاعصاب، اعصاب اعصاب، انقلها كلمه تطلع، حركه الايد. بس اذا ما استعملت الجسد مؤقتا، لان الله ما عنده جسد عشان اتعامل معاه مثلنا احنا الان، فليش احرك الجسد؟ الله ما عنده اذن عشان يسمعني، اذنه هي حسيه وليس اذن ماديه، ما عنده جسدي. اذا هو يسمعني وانا بالصمت، يفهم قلبي. ولذلك كل ما استخدمت لغه الصمت مع الله، كثر ما قدرت اعرف اتواصل معه. ناخذ الان بعد لحظات اكون مع الله، وناخذ طاقة الحب من الله. خلينا بعدين، احنا ما ادري اذا انتم يعني تحسون بشيء وقت المديتيشن او وقت التأمل، انه وايد تينا افكار، اكيد هذا شيء عادي في هالزمن، ان احنا كلنا جايين مليانين افكار من برا، نسمح لها الفكرة أنها تيه، خلوها تيه، خلوها تمر بدون ما نقول أوف ليش ياد أو ما بيها تيه، بس أقولها ما بيها تيه تقعد، فطوفوها ونكمل بالإحساس. مرة ثانية خل نرجع نقعد مرتاحين تماما، كل ما عطينا وقت حق ذاتنا حق جسمنا إنه يكون يتفاعل مع الروح. المرة أبي الجسم يحس بالروح، مو الروح تحس بالجسم، أبي الجسم يهيئ كل الخدمات حق الروح، إنه يكون مرتاح، ما في تنشن، يكون أخمص القدمين، الجسم كامل، أطلق أي عنان تنشن الكتف، خليه مرتاح، شيء يشغلني مشدود فيه، إلى راسي، أوصل إلى الناصية، الناصية هذا المكان اللي أسكن فيها أنا الروح، نقطة النور. يكون شغل الشاغل هو أن يستعمل الجسد، أخذ الآن لحظات عن الروح بأن أرى حقيقة ذاتي، نقطة النور كما جاءت من أول نوراني، جميل مريح صافي وطاهر، لا يملك أي شيء غير ذاته.
دلوقتي أنا الروح تماما حر، حتى الجسد الآن تجرد منه لحظات، فقط أرى نفسي أنا الروح. هذا الاستشعار هو تكريم واحترام لذاتي، هو تعبير عن الحب لذاتي بأن أعطي هذه اللحظات لذاتي، أستمع الآن إلى ذاتي، إلى أنا النقطة، من أنا، ماذا أريد، بماذا أستشعر، ماذا أحس فيه، فأستمع. بهذا الصمت العميق أغوص الآن في عقلتي، أكتشف جمالي أنا، كم أنا جميل وقوي، كيان عجيب وعظيم، فأنا من خلق الله، أنا مؤكد أنني كائن ومخلوق جميل وعظيم. أسكن الآن مع ذاتي، أغوص أكثر وأكثر في هذا العالم الجميل، أرى هذا النور وهذا الإشعاع طبيعي وفطري يشع مني، إشعاع الحب، إشعاع التقدير والاحترام لذاتي، فأنا أصلا الحب، وأنا من يشع هذا الحب، أعلم بأن هناك مؤثرات خارجية، ولكني الآن أقرر أن أعيش هذه اللحظات، أستشعر هذا الحب، قوة الحب التي بداخلي، وأقرر الآن بفكرة واحدة أن أطير إلى الأعلى، إلى بيتي، إلى بيت خالق الله، لأكون معه في لحظات فقط من الروح. أترك الآن هذا الجسد هنا، وما زلت أرى نفسي نقطة نورانية، أخرج من هذا الجسد، من هذا المكان، من هذه الكرة الأرضية، إلى الماوراء، وراء عالم الصوت والمادة والأرض، ما وراء عالم الوقت، فأنا كيان نوراني بلا وقت، بلا مادة، بلا صوت، أطير إلى الأعلى حر تماما، سبت أرى نفسي هذا النور الذي يطير، لأصل إلى بيتي الجميل، بيت الله، أجمل بيت وأجمل عالم، وصلت إلى هذا البيت، عالم النور، سكينة.
بلا حدود، بلا قدر. وهنا نسكن أجمل روح بالوجود، ما زلت أنا نقطة النور، وببصيرتي أرى هذا النور. نور الله أجمل نور، يبتسم لله، يستقبلني واتصل في الله. أنا نور، مليئة بالأنوار، أتصل بكم جميعا وأدخل في عمل أستشعر هذه الأنوار الإلهية تتغلغل فينا. أشعر بالطمأنينة، أمتلئ بهذا الحب، إشعاع جميل من الحب، أمتص هذا الحب. وأعيشه بوعي أنه بهذا الامتصاص أمتلئ وأنا بوعي تام بأنني معه. وعي الآن، وعي إلهي لأنني فقط مع الله، مع الأب، مع الأم، مع الصديق، مع الصاحب، كل شيء في حياتي يعلم الله بأنني وحدك وهنا لينبأني بهذا الحب والقوة وليرشدني دائما. فهو موجود بهذا الوعي، بهذا الامتلاء من الحب الإلهي. أقرر أن أعود أنا الروح إلى دوري في هذا العالم، أرجع إلى هذه الكرة الأرضية
وأنا مليء بحب الله وبالوحي الإلهي إلى هذا المكان، إلى هذه الغرفة، إلى هذا الجسد، إلى مكاني في وسط الجبين، ولكن بوعي جديد، وعي الروحي، وعي الإلهي، وعي الحب، بأنني أنا الحب، وما زلت متصلا بأقوى وأسمى حب الوجود. يمتلئ جسدي وكل ذرة في جسدي بهذا. أنا أحترم هذا الجسد، أنا لست جسد ولكني أحترم هذا الجسد، لذلك أملأ هذا الجسد بهذه الطاقات الإلهية، وأتبادل هذا الشعور مع كل من حولي. أنا روح في حب وسلام.